مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون والصحفيون على يد القوات الحكومية والميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أهلا بكم أستاذ ضياء. بداية، مفوضية حقوق الإنسان قالت إن الحكومة لا تزال تتعمد إغفال الأسباب الحقيقية لاندلاع هذه التظاهرات. ما الذي يمنع الحكومة من البحث في أسباب تفجر التظاهرات ومعالجتها؟ بالبداية تحيتي للجميع. حقيقة الحكومة العراقية من البداية ولحد هذه اللحظة تحاول التماطل مع الأجهزة القانونية الحقوقية الدولية في فتح الملفات العراقية من أجل معرفة ما يدور في هذا النظام، ومن أجل المطالب المتظاهرين هل هي مطالب شرعية أو مطالب غير شرعية. الحكومة العراقية تخفي كل هذا الشيء لأنه المطالب المتظاهرين أثبتت للعالم كله أنه هذه المطالب هي مطالب شرعية، وهذه الحكومة غير قادرة على حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العراق، لأنه هذه الحكومة تحكمها الميليشيات، والميليشيات مسيرة من قبل إيران. والميليشيات، الحكومة العراقية ليست مخيرة، وإنما الحكومة مسيطرة عليها الميليشيات والجيش والشرطة. هو نحن نعرف الجيش والشرطة صار بالدمج، ولا يوجد جيش بالصيغة الحقيقية. المتظاهرون جددوا بشكل يومي المطالبة بإطلاق سراح الناشطين والمتظاهرين. إذا لم يكن قتل المتظاهرين وخطفهم قد أوقف التظاهرات، هل تعتقد أن الحكومة بزجها الناشطين في سجونها ستستطيع أن توقف التظاهرات؟ هذا تتوقع الحكومة، هذا الشيء تتوقع الحكومة، التماطل والتمادي والتعدي وقتل المتظاهرين واختطاف المتظاهرين وخطف المتظاهرين والاعتداء عليهم. هذا متعمد من قبل الحكومة العراقية لقمع الاعتصامات والمظاهرات في بغداد وفي كل ساحات العراق، المناطق الوسط والجنوب العراق. هذا متعمد من قبل الحكومة، لكن المتظاهرين مصرين والمعتصمين مصرين على إنحاء هذه الحكومة من كل ما يملكها من سيطرة، لأنه لا البرلمان ولا الدولة ولا الوزارة ولا حتى أي جهة مسؤولة، حتى الصحة، يعني لا نعلم أين العراق، أين يسير، بأي وضعية. بعدين المجتمع الدولي قاعد يناقش نقطة مهمة لازم يعرفوها السياسيين وحتى البرلمان العراقي. راح يصير تدخل دولي في العراق لإنهاء الأزمة بالعراق، لأن لا يمكن المجتمع الدولي يبقى متفرج طيلة هذه الفترة. أستاذ ضياء، سجلت المراكز الحقوقية استشهاد عدد من الأطفال على يد الميليشيات في التظاهرات. هذه الميليشيات كانت قد أقامت الدنيا ولم تقعدها عندما جندت بعض المنظمات المتطرفة المسلحة الأطفال وألقتهم في الحروب. كيف تبرر الحكومة جريمة قتل الأطفال؟ وهذه الميليشيات أيضا التي تتحدث عن أو التي تحدثت سابقا عن تجنيد الأطفال، هي أيضا قامت بتجنيد الأطفال وهي الآن من تقوم بقتلهم في التظاهرات. أخي، الميليشيات اللي كانت قبل قصد داعش وما شابه وما شاكلها من داعش لا تختلف عن الميليشيات الموجودة بالوقت الحاضر من ناحية السياسة ومن ناحية التنفيذ. كانوا مجرمين، وهؤلاء نفسهم أيضا مجرمين بحق الشعب العراقي. لا يختلفون قيد شعرة عن ذاك النظام وهذا عن ذيك المجاميع البشرية الإرهابية. وهم أيضا يرهبون الشعب العراقي. كيف يتصيدون الشعب العراقي؟ يقعون قتلى بالرصاص الحي أمام الناس بالأطفال. هذا العمل كل العالم يراه. الحكومة العراقية حقيقة هي تتحمل كل المسؤولية، من رئيس الدولة، قصدي من رئيس الجمهورية، إلى أصغر موظف سياسي موجود، والبرلمان العراقي على رقبة العاتق الأكبر، لأنه هو المفروض يحمي المواطنين، هو الذي يمثل المواطنين. هذول غايبين نايمين، ما أعرف وين صايرين، ملتهين بالسرقة وتقسيم الحصص وتقسيم العقود. هذا الذي يخلي الحكومة، يضع الحكومة وتستمر الحكومة لحد هذه اللحظة.
ضياء، اتحاد الصحفيين العرب أكد في آخر بيان له أن عمليات خطف الصحفيين لا تزال مستمرة في العراق، وخاصة للصحفيين والإعلاميين المؤيدين لثورة تشرين. هل تعتقد أن قوى العملية السياسية تظن أنها تستطيع أن تمرر جرائم القتل والخطف بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام؟ ليست منظمة الصحفيين العرب، وإنما حتى الأمم المتحدة أدانت باغتيال الصحفيين حتى بالتقرير الأخير. أدانت هذه العملية. الحكومة العراقية حقيقة أغلب السياسيين الموجودين في الحكومة العراقية راح يلاحقهم القانون والقانون الدولي. لا يمكن أن يهربوا من القانون الدولي إطلاقا. يعني قصدي هذا الوضعية الذي يقومون بها العراقيين، أنا أنصحهم بعض السياسيين الذين أيديهم لم تلطخ بدماء العراقيين فلينسحبوا من هذه الحكومة. إذا كان عضو برلمان، وإذا كان سياسي، وإذا كان وزير، وإذا كان عسكري، لازم يثبتوا للعالم أنه ليس لهم علاقة بالقتل الشعب العراقي، لأنه هذه المحاكم الدولية ستنفذ غصبا على كل واحد من يحكم العراق. كيف ستوفق قوى السلطة وميليشياتها بين الادعاء أنهم نظام ديمقراطي يحترم حرية التعبير ومنها حرية الصحافة، وبين عمليات القتل والخطف المستمر للصحفيين والإعلاميين والناشطين المتظاهرين بشكل عام على يد القوات الحكومية وميليشياتها؟ هل تعتقد أستاذ ضياء أن هناك ربما ضوءا أخضر دولي معطى لهذه الأحزاب ولهذه الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال أن تفعل ما تشاء دون الخشية من حساب أو عقاب؟ الولايات المتحدة الأمريكية أتت بهذا النظام الطائفي، البقية الموجودة في العراق المحاصصة الطائفية هذه أتت بها، وهذا الدستور أتت به الولايات المتحدة وفي زمن بريمر ونعلم ذلك. لكن في الوقت الحاضر تمادت، يعني هي العملية مباركة من قبل الولايات المتحدة الإيرانية وتنفذها أيادي إيرانية أو إيران تنفذ ما يحدث في العراق. هذا للجميع، أنه إحنا كحقوقيين إنسانيين هذا رصدي، ونعرف من هو الذي ينفذ العمليات الإجرامية، هي الميليشيات تنفذ العمليات الإجرامية. لكن بالناحية النظام الديمقراطي الموجود بالعراق والانتخابات، أنا أقول لك نعم انتخابات جرت، بس أي انتخابات؟ انتخابات مزورة. وحتى نسبة التزوير، حتى نسبة الإقبال 19 إلى 20%. صحيح. هذه التقارير الدولية التي تكلمت بهذا الموضوع. وهم قالوا 40% أو 48%. هذا غير صحيح. الذي فرض هذا الرقم 40 و48%. هي الولايات المتحدة الأمريكية أخي. أستاذ ضياء الشمري، الأمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. أنا أشكرك شكرا جزيلا.